نعم، شكرا كريم. ويمكن شاهدنا قبل قليل وصول سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وكبار من الشخصيات. حقيقة يعني هذه الجائزة والتي تعد الأكبر عالميا من حيث قيمتها والتي تترجم رؤية كبيرة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعني تجذب الكثير من الضيوف. معنا الآن مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر. أستاذ مروان، يعني اليوم الجائزة انطلقت إلى العالمية، ما الإضافة الجديدة لهذه الجائزة منذ انطلاقها في هذه الدورة إلى العالمية؟ مثل ما أنت عارفة دبي عودتنا دائما على العالمية، ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان دائما نطلب المركز الاول والعالميه. اليوم المشاهد في الجائزه ان حضورها عالمي، ان المكرمين عالميين، انها انطلقت من المحليه للعالميه. تكريم الابداع ما له حدود. اليوم هاي الجائزه اضافت الكثير، يعني لنا احنا بالنسبه لنادي النصر لو اليوم بكلمك، الجائزه تكسب اهميتها من ثلاث امور رئيسيه: انها تحت اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، انها جائزه ابداع وهذه من القيم الاصيله في نادي النصر وفي دبي، وانها تشكل العمل الفرقي. فاحنا محظوظين بهاي الثلاث امور، ان باسم الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، ابداع، عمل فرقي. هاي الامور تكسب لها قيمه اساسيه عندنا في نادي النصر وفي دبي عموما. يعني نادي النصر تسلم هذه الجائزة بالنسبة لفريق نادي النصر الرياضي لكرة الطاولة، تنس الطاولة للرجال. لماذا كان فقط بهذه يعني الرياضة؟ مثل ما أنت عارف الجائزة الاهتمام كان فيها أكبر والدعم كان فيها أكبر من قبل النادي، فبالتالي حصلت الجائزة فيها عدة معايير. فإحنا تقدمنا على العمل الفرقي، وفريق كرة تنس الطاولة عندنا من الفريق المبدع اللي حاز على بطولات على سنوات متعددة، بحيث أن العمل الفرقي، فارتئينا أن العمل الفرقي هي الكرايتيريا المناسبة لنا أن نقدم عليها في الجائزة. والحمد لله بفضل الله وتوفيق الشباب عدينا ملف التقديم على هاي اللعبة المهمة، لأنها لعبة فرقية، والله وفقنا وفزنا بجائزة الإبداع في هالسنة. نعم، طيب خبر ترشحكم أو فوزكم بالجائزة، كيف يعني تم استقبال؟ هل كنتم متوقعين؟ مع العلم أنه فريق متميز يعني مشهود له. والله تبين الصدق، احنا قدمناه ومتوكلين على الله، لكن القيمة في الفريق اللي عندنا، في العمل الفرقي اللي استوى. صعب انك تحققين عمل فرقي يتميز على 13 سنة 14 سنة ويحصل على البطولات كلها. فاليوم المشاهد لفريق تنس الطاولة في نادي النصر، ابتداء من الكوادر حتى اللي تمثل الدولة في الاتحادات، منهم المهندس داود الهاجري، بدوا في النصر في فريق كرة التنس. فتخيلي لاعب او شخص مثل داود بدأ في النصر وتدرج في كل المراحل، واليوم متسلم اتحاد التنس، يعطي اهتمام للعبة، تتعاقب الأجيال على هاللعبة، تتوارث الانتصارات. هذا اللي خلانا فرحانين بأن فزنا بالجائزة. اليوم الشباب اللي موجودين ويمثلون نادي النصر ويمثلون الدولة في المنتخبات، جيل عن جيل يلسين يشتغلون في نادي النصر، ويوم ينهون مرحلتهم كلاعب يتوجهون للعمل الرياضي. هذا اللي خلانا فرحانين أن عندنا لعبة جماعية إنجازات تشهد لها قبل حتى التقديم اللي قدمناه. والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وخذنا الجائزة. نعم، يعني بالرغم حقيقة من خلينا نقول كرة القدم واهتمام باقي الأندية بكرة القدم، لأن يعني حصولكم على كفريق الطاولة كرة الطاولة لجائزة الإبداع الرياضي لسمو الشيخ محمد بن راشد، أتصور يعني هذا كان شيء خلينا نقول مثار شوي للاستغراب، لنكون واقعيين أكثر، وهذا أيضا يخلينا يعني نرفع قبعة الاحترام لدعم نادي النصر لهذه الرياضة حقيقة. مثل ما أنت عارف النصر عميد الأندية الإماراتية في أكثر عن 16-17 لعبة. توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد الله يحفظه والشيخ راشد بن حمدان أن دائما ندعم الرياضة ككل. أنت عندك صرح رياضي لازم تجمع فيه الكل، مو فقط كرة القدم، الاهتمام نعم كرة القدم. طيب سؤالي الأخير لك، معلش بس أنا ما عندنا وقت، بس سؤالي الأخير لك بالنسبة الآن لهذه الجائزة اللي أنتم حصلتوا عليها، هذه الجائزة كيف ممكن أنتم تحافظون على أو كيف أنكم ممكن تخلقون نجاحات تبنون فوق هذه الجائزة؟ الحمد لله الثقة بالنفس موجودة، احنا حصلنا أول جائزة، يعني هي تعتبر مكتسب الآن. نعم، أقول لك تبنين مهل لجوائز ثانية. نعم. سواء منصات التتويج في الألعاب الثانية أو في الإبداع نفسه، فإن شاء الله ننطلق منها إلى جوائز أخرى عن طريق فرق عمل أخرى وعن طريق إبداعات
جديدة لنادي النصر إن شاء الله. الشكر لك أستاذ مروان، وإن شاء الله نحن كإعلام أيضا ندعم جميع الرياضات مش بس كرة القدم. شكرا لك، ومشاهدينا متواصلين معك.